بس ده موضوع شائك جدا لسبب بسيط. لحد دلوقتي مفيش اي قول فصل في الموضوع من الطرفين، سواء الجانب المغربي او الجانب الاسباني. وعلشان الجمهور المغربي وهو اللي يهمنا في المقام الاول، يعني محدش يضحك عليك، الاخبار اللي طلعت في صحيفة الاس من 3 ايام كانت بتقول ايه؟ بتقول ان ابراهيم دياز ابتدت الامور تتجمع، فانه الاوراق الخاصة بتمثيل ابراهيم دياز للمنتخب المغربي تخلص. وده خبر ملوش اي لازمه، لانه بتفسير بسيط المساله مع ابراهيم دياز ما كانتش ورق، يعني هو ما جاش كاس الامم عشان ورق، ولا ما ابداش رغبه كامله انه يكون موجود مع منتخب المغرب عشان ورقتين بيخلصوا، ده ملوش معنى. لكن اللي له معنى انه في نفس المتن بتاع الخبر ان الاتحاد المغربي ابتدى ياخد اجراءات، ودي تويتت بقى احد الصحفيين الاسبان لويس دياز اظن، اللي كتب تويته بيقول ان الجانب المغربي أرسل دعوة رسمية لريال مدريد وبيقول له إن إحنا عايزين إبراهيم دياز معانا في معسكر مارس القادم، دي اللي معانا على الشاشة. فخوسيه فيليكس دياز كتب التويتة بإنه الورق الخاص بإنه من الاتحاد المغربي لريال مدريد عايزين الراجل ده معانا في معسكر مارس، ده اللي راح. خلاص. الجانب المغربي بعد الكلام ده ما حصل أبدى استياءه، لأنه حس إن هناك ضغوطات من الصحافة الإسبانية علشان ديلافوينتي يقوم باستدعاء ابراهيم دياز. وبالتالي فالجانب المغربي نفسه عارف كويس ان الراجل خد قراره، ولا المشكله كانت في ورق، وان اللي حصل في الصحافه الاسبانيه هو ضغط بالمقام الاول على المدير الفني للمنتخب الاسباني، لانهم حاسين ان الراجل ده موهبه عظيمه جدا، بيور تالنت، موجود مع ريال مدريد وواحد من افضل اللعيبه الاسبان الموجوده في هذا المركز. وبالتالي الجانب المغربي حس انه الضغط بيزيد ولسه مش عارفين الدنيا رايحه على ايه، وبالتالي تشد خط بقى وتاخد النتيجة. النتيجة ان الراجل ده لو انضم لمنتخب المغرب فده مش هيكون لجانب الحب وجانب التاريخ والحاجات اللي ممكن يضحك على الناس بيها. الراجل ده هينضم لمنتخب المغرب بإذن الله يعني، لكن هيكون السبب الأول انه يئس من المنتخب الإسباني. ده لو حصل مع كامل الاحترام والتقدير جدا لكل الناس، ولا مانع، كل واحد بيشوف مصلحته. لكن لما يجي المنتخب المغرب يمكن بعد فتره بقى ما ينسجم ويلعب ويبقى معاه زمايله في المنتخب وكل الكلام ده ياخد على الجو. لكن قصدي ان هو رغبته الاولى تبدو ان لازم اشوف اسبانيا رايحه على فين، واحنا هنا تحولنا في موضوع مزدوج الجنسيه الاحتراف، يعني كله بيجي على حسب هواه. شتان الفارق بين قصه حكيمي وقصه دياز. الحاجه الاخيره بقى، هو ايه اللي معقر الموضوع مع اسبانيا؟ يعني معقول مدير فني زي ديلافوينتي مش حاسس ان ابراهيم دياز ده موهبه اسبانيه عظيمه في المكان ده؟ اللي معطل حاجه واحده، بخلاف ويليامز اللي عادي جدا يقعد على الدكه، في لامين يامال. وانت حاربت علشان لامين يامال يقوم بتمثيل المنتخب الاسباني، واديت له وعود ان ده انت فرصتك موجوده وان انت هتكون موجود في التشكيل الاساسي و و و و و وراهنت على لامين يامال. والتجربه بالمناسبه تثبت لحد النهارده ان معدل التطور، والسن هنا يفرق طبعا، بس بتكلم في الواقع نفسه، بيقول ان دياز معدل تطوره كان سريع جدا لدرجه انه في الميلان كان اهم لعيب في الفريق، جه ريال مدريد بقى واحد من العناصر المهمه جدا بعد وقت قليل، بقى نزيره بيعمل فرق طول الوقت. فالمغرب لو حصدت ابراهيم دياز هيكون صيد ثمين جدا للمنتخب المغربي. لكن من تاني، علشان ما حدش يضحك عليك، حتى الان الموضوع 50-50، لو ديلافوينتي بكره طلب ابراهيم دياز فاعتقادي انه هيروح، ولا اتمنى. فدي كل القصه اللي ليها علاقه بابراهيم دياز. ان شاء الله يكون موجود مع منتخب المغرب، وان شاء الله ينجح فوزي لقشع في الاهم اللي هو عبر عنه بانه الاكاديميات في المغرب، قطاعات الناشئين في المغرب، شركه خاصه تتولى هذه المسؤوليه عشان اصدر لعيبه لبره، وعلشان ما بقاش كل مره تحت رحمه مزدوجي الجنسيه، اللي يجي واللي ما يجيش واللي يقول استناني. فانا عايز اخلص هذه القصه، واتمنى ان الراجل يقدر ينجح في هذه التجربه.